أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيجر تعد زيارة استثنائية، حيث سيتم إطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية التي أقرتها برلمانات 24 دولة أفريقية من إجمالي 52 دولة موقعة عليها، ودخلت حيز التنفيذ في 30 من مايو الماضي. وفيما يلي نستعرض العلاقات الثنائية بين مصر والنيجر. لعبت مصر دورا محوريا في دعم جميع حركات التحرر الأفريقي، كما كانت دوما عضوا فاعلا في تأسيس كيانات قارية بدءا من منظمة الوحدة الأفريقية، والتي تطورت لاحقا إلى الاتحاد الأفريقي الذي تتولى مصر حاليا رئاسته الدورية. المزيد في سياق العرض التالي. مصر والاتحاد الأفريقي. مصر من أوائل الدول التي أسهمت في إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية قبل أن تتحول إلى الاتحاد الأفريقي. مصر أسهمت في تأسيس تجمعي الكوميسا والساحل والصحراء فضلا عن تبنيها لمبادرة نبادة. مصر تولت رئاسة منظمة الوحدة الأفريقية في الأعوام 1964 و1989 و1993 والاتحاد الأفريقي عام 2019. مصر استضافت الدورة العادية 11 لمؤتمر الاتحاد الأفريقي في شرم الشيخ عام 2008. مصر خلال عضويتها بمجلس الأمن خلال عامي 2016 و2017 اهتمت بالقضايا الأفريقية. الرئيس السيسي أكد في قمة نيلسون مانديلا أهمية تسليط الضوء على القضايا التنموية في القارة الأفريقية. مصر صدقت على أكثر من 20 اتفاقية في إطار الاتحاد الأفريقي. مصر تعتبر إحدى الدول الخمس الكبرى مساهمة في ميزانية الاتحاد الأفريقي. مصر وأجهزة ومؤسسات الاتحاد الأفريقي، مجلس السلم والأمن الأفريقي. مصر وقعت على البروتوكول المنشئ للمجلس في مارس 2004. مصر أطلقت المبادرة المصرية لإنشاء آلية التشاور بين مجلسي السلم والأمن الأفريقي والأمن الدولي عام 2006. مصر ومبادرة النباد. مصر تعد من الدول الخمس المؤسسة للشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا النباد. مصر وسلطة الاتحاد الأفريقي. مصر تقوم بدور الوسيط لضمان تحقيق التوافق الأفريقي بشأن إنشاء سلطة الاتحاد. البرلمان الأفريقي. تعاون بين البرلمان المصري والبرلمان الأفريقي. مساهمة مصر في عمليات حفظ السلام في أفريقيا. مصر من أكبر المساهمين في قوة حفظ السلام.